شرف لي أن أعرض هذا الفيلم الوثائقي المغرب وحركة التحرر الإفريقية في مدينة أصيلة. الفيلم المغرب وحركة التحرر الإفريقية يلخص ما ربما قرنين من التاريخ الإفريقي والصراع من أجل التحرر وعلاقة المغرب بهذه بجميع الحركات التحررية. فقط وددت الحديث عن طبيعة الفيلم من إخراج الأستاذ حسن الباروتي اللي هو فيلم يتحدث عن طبيعة دعم التحرير وجيش المقاومة الإفريقية، وهذا في حد ذاته عمل رائع جدا في الحقيقة من الناحية السينمائية وحتى من الناحية الوثائقية على مستوى توثيق الحدث وعلى مستوى نقل المعلومة وعلى مستوى أن السي حسن ممكن قدره قلوب لأنه اجتهد أكثر مما يستطيع، ولكن استطاع أن يوفق ما بين آليات الصورة في البعد الإفريقي وانتقال إلى نفس الأماكن التي هي يتواجد فيها هذا الحدث ومحاولة توثيقه على مستوى بصري من أجل تطعيم هذه الفكرة ألا وهي أن المغرب حاضر في إفريقيا بعمقه وبتاريخه وبكل موارده من أجل أن تكون هناك وحدة إفريقية شاملة تدعم التحرر وتدعم الشعوب التي تسعى إلى أن تكون تحت لواء الحرية والديمقراطية. تاريخية مهمة لتاريخ هذا البلد الحبيب. هي واحد الحدث اللي ما كانش معروف في تاريخ المغرب بزاف، وتطرقت إليه وجمعت بزاف ديال الوثائق حول دعم المغرب للحركة التحررية الإفريقية، منها الموزمبيق وأنغولا وغينيا بيساو وخاصة جنوب أفريقيا، نيلسون والزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا اللي مضى هنا في المغرب أكثر من سنة وهو يتدرب على الأسلحة، والمغرب قدم له المال والسلاح من أجل تحرير جنوب أفريقيا. وللأسف الشديد جميع هذه الدول اللي دعمها المغرب وسندها في ظروف الاستقلال ديالها هو أنه أدارت ظهرها للمغرب واعترفت بجمهورية البوليزاريو، الشيء الذي دفعني إلى القيام بفيلم وثائقي في هذا المجال من أجل إظهار جحود هذه الدولة، وكانت وخاصة دولة الجزائر التي احتضنها المغرب وسندها من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار.